يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. إخوتي وأخواتي وأحبائنا مشاهدينا الكرام، تحياتي في اسم الرب يسوع المسيح. أود أولا أن أشكر جميع أحبائنا من أجل الصلوات، من أجل جميع طلبات الصلاة والكلمات المشجعة اللي أرسلتموها عبر الإيميل أو عبر اتصالاتكم بالهاتف أو عبر تعليقاتكم على الفيسبوك. أشكر الرب على استجابات الصلاة أيضا. أود أقول لكل واحد، إحنا منوخد الصلاة بجدية كاملة وإنه فعلا منصلي لأجل كل احتياج. أحيانا أصحى في الصباح الباكر جدا لأرفع أمام عرش النعمة لأدعو وأصلي من أجل كل مريض أو مريضة. تذكر الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. والله هو إله كل نعمة، إله الرجاء، يحبنا محبة غير محدودة، محبة غير مشروطة، وبيهتم باحتياجاتنا ويريد أنه يتفاعل معنا. لكن مشغول أن أقول لك أنه يوجد بعض الشروط لاستجابة الصلاة. أولا، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، لأنه في محضر الرب يوجد بركة. ثم إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. الثبات في المسيح وفي كلمته بتقودنا للعلاقة معه وفهم مشيئته، وبنعرف الطلبات اللي بتسر قلبه. قال يسوع: وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمه. حياة الثمر بتقود للبركة، لأن الرب يفرح بالثمر وهو يفرحنا باستجابة الصلاة. يعلم الكتاب المقدس أيضا أن نصلي بالروح، نصلي تحت قيادة وإرشاد وشفاعة الروح القدس، وهو يعلن لنا الطلبات التي تمجده. لكن خلينا نصلي بإيمان، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. الله بيتجاوب مع الإيمان، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. شرط الله أن نكون طاهرين، مكتوب: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. تعامل مع الخطية أولا، وتذكر إنه إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. شيء آخر، أن نطلب حسب مشيئته، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. لذلك ينبغي أن تكون طلباتنا غير أنانية: تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. ثم نطلب لمجد الرب يسوع. ينبغي أن يتمجد الرب في كل شيء في حياتنا. عندما تطلب اغفر حتى تفتح قنوات البركة من عجلك. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. أخيرا، نحن نطلب بالاسم الذي هو فوق كل اسم، اسم الرب يسوع المسيح، الاسم الوحيد فقط الذي يستجيب به الله. قال يسوع: إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. بل يشجعنا قائلا: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. صلي معي. يا ربنا وإلهنا، نشكرك من أعماق قلوبنا على محبتك العجيبة. أحببتنا محبة أبدية، أحببتنا حتى المنتهى، بل أحببتنا ونحن بعد خطاة. مات المسيح كذبيحة خطية من أجلنا حتى نتبرر أمامك. نشكرك من أجل عطاياك الثمينة، ومنشكرك على نعمتك الغنية. نحن لا نستحقها، لكن نشكرك لأنك بتحبنا وبتهتم بنا.
يا رب أستمر بالصلاة من أجل المرضى، أن تتحنن وأن تمد يدك وتلمس كل ضعف وكل مرض. أصلي من أجل الذين رزحوا تحت الأثقال والأعباء والهموم أن تريحهم. يا رب اشفي كل حزين، أصلي أن تشفي كل الأمراض النفسية وأن تحرر وتشفي الروح اليائسة والبائسة وتحرر من قيود العبودية وأن تفك كل الأعمال السحرية. نصلي أن تبطل كل مشورات الشيطان، أن تسترد كل مسلوب وأن تعوض عن كل سنين التعب والعناء والشقاء. نشكرك لأنك أحببتنا وقد غسلتنا من خطايانا بدمك. يا رب قوم كل منكسر، حرر من الشعور بالخزي والعار، رد كل اعتبار، املأنا بروحك بفرحك بسلامك، اغمرنا بحضورك. يا رب الآن كل طلبة صلاة ترفع أمامك استجبها لمجد اسمك، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين. إذا صليت بنحب نسمع منك.